مرحبا غوالي، شلونكم؟ طمنونا عنكم، شخباركم؟ اليوم شبدنا نسوي يا زين؟ اليوم طبخة، مو طبخة، هي بيتزا يعني، طبخة شني؟ يعني هو خلاص حكمت معاه، حلو وقت هذا بده بيتزا. ايه انا قلت لها ساعتين نق عليها خيو بدنا بيتزا، قالت لي خيو هات الكاميرا وتعال اسوي لك بيتزا. ايوه خلنا نصور فرد مره مع المتابعين. أيوة. شوف بلشي يشوفون شلون مسوينها. وبالغراض اللي عندنا ايش في عندنا بالبيت؟ الحوايجها هل موجود؟ نسوي عليها. وحبيت اني اشارككم هالامر لنشوف شنو المكونات. يلا يا زين، عندنا هي شنو؟ زيتون، لازم زيتون اسود، عندي زيتون اخضر، عندي ذرة، عندي أكيد جبنة، زيت زيتون، معلقة أو خاشو بتشنو صلصة، صلصة، عندنا رشة ملح، عندنا أكيد الموز. شكرا. ما أعرف شكرا. هذا شنو؟ احنا نسينا اسمه، اكتبوا لنا شو اسمه هذا. لا بربك اكتب لك شو اسمه. ها شنو؟ خميرة. خميرة هو؟ خميرة. والله عيب على عارف، أنا ما أعرف. أنا ما أعرفه الصراحة، أنا حتى هويش أنا ما أعرف. اسمع يا زين، أنا بدي أسويها مقهى معاك. أكيد عرفانتها يعني؟ طبعاً أكيد خميرة. أنا ما أعرف يعني. خميرة فورية، هاي خاشوب السكر، أكيد عندنا هين حليب نيدو، عندنا قلنا رشة ملح، عندنا هي شنو؟ طحين. طحين؟ عندي هنا ثلاث كاسات طحين. أنا دع نخلهن نخلتهن، وهذا الرابع بدنا نكمل نخلهن. هي كم كاس كلياتهن يطلعن يعني؟ يطلعن أربع كاسات. لا شوف كم. أربع كاسات. هي حطت أربع كاسات. أربع كاسات. وهنا عنا أكيد بندورة وبصل. وعنا بصل. بدنا شنو نبلش نبشر؟ زاد كمان البندورة نركبها على النار. أول شغلة عندنا هي كاسة مية فاترة. شو بدنا نحطها؟ ثلاث أرباعها. وبدي أحط عشان تسوي سوسو. معشان سلم على المتابعين. معشان طمنا عليك واشتراك وتعليق وتجرس كل شيء جديد وعندي. أيوة حافظها. حافظها. هي نحط لنا خشوب السكر. نحط الخميرة. تحبهم؟ هي بدنا نحط الخميرة تتفاعل، على ما تتفاعل يكون إحنا. هي الذوب مو؟ أنا الذوب. أنا ما أعرف على فكرة. لأنه بدنا نحطها على جنب. ايوه تخليها عجنة، تغطيها وخليها عجنة. عندنا هنا الطحين، انا شنو نخلته كلياته، نخلته كلياته. شنو قلنا؟ بسم الله انزل تحت، انزل انزل لا تقع، انزل لا تقع. معوفنا حالنا هالوليد. انزل. عندنا شنو؟ نحط حليب، خشوبة حليب، شفتين تونا فوق النشا. هذا مو نشا يا زين. الا هذا طحين. بس نخلطهن. اه طحين طحين طحين. انا اقول نشا يعني. نشا. شو نشا يا زين؟ مع شون رشة ملح. ملح. ايوه رشة ملح. شو يا زوزو؟ رشة ملح. وهذا اكيد بده يعلمنا. هاي اكيد مشان شنو؟ رشة ملح. زيت زيتون. عرفت؟ هذا ثلاث ثلاث أربع. أوه بشكل أحلى بيتزا اليوم. شو يا زين؟ أحلى بيتزا. خليها، أنا ما أعرف شلون تطلع طيبة ولا لا، أول مرة أكلها أنا. تطلع طيبة؟ أي أول مرة أكلها هيك. أنا أكلها من قولاتهم أيوة جاهزة من الفرن وهاي يعني. أنا أكل البيت مع إنه هي تسويها يعني، بس أنا ما أكلها. أنت ليش أنت فاضي تأكل في البيت؟ مش فاضي تأكل في البيت. مو فاضي. يجيني شبعان. شبعان. خلاص برياتك يا زين، شبعان شبعان. خلاص النهين. خلاص خيوز طلع طيب، خلاص ضل ناكل. ما شاء الله عليها. تسوي بيتزا روح انقلع. إيه بس يا يوسف. إيه خلاص. نظل نحرك نحرك. نحركها. شو ما بدها تحرك. تفاعلت. وين؟ تري. مي. حارة. حسب المي هي تصير عجينة. وين ما شاء الله صارت عجينتها جاهزة. بعد ما اندحكت 50 دحكة. هاي بدنا نحط نقطة زيت. أكيد.
الله وحرك. ايوه خليها ان شاء الله نص ساعة ساعة وهي الجلسة. نص ساعة ساعة وتقدرون تستعمل بلش البندورة 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 أبو تعرف تغني؟ خلاص نجوم نبلش بشر. أنا عارفها. أكيد نبلش. راح بديش تبشرين كلياتهم مو؟ إيه. نسوي صار ستعشرين. يلا يا ربع نبشرهن نرجع لكم. وين؟ قربت تستوي عنا البندورة هاي أكيد برشناها برش ولا عنده خلاط؟ سويها بالخلاط أحسن وينه؟ شو؟ الصلصة؟ إيه الصلصة. هاشو الصلصة ذا ذا تسمك تغير لون. ونفرك. أيوه ونفرك. شوف يا زين هاي بدي أسويها صلصة بالبيت. ما أنت بدك إياها على المستعجل. هاي بتزيد الزين على المستعجل. بدنا نحط لها شو؟ نشد بهاربي ناس تحط لها زعتر. أنا ما عندي. زعتر؟ إيه. هلا ايه مو زعتر عادي الا ايه لا زعتر بس بس زعتر عادي استغربت. وهاي رشة بهار شايف السمكة صارت غير شكل غير شكل عجيبة بهار هاي اكيد نياها تبرد للاخر نقدر نستعملها بدها تروح. شنو طعمتها الصلصة منها صارت سميكة وين؟ فك العجينة؟ خامة خامة. اسمه شوبك؟ ايه ايه احنا تبع عجينه هذا اول نقول له مرق هذاك يجي رفيعة تجي رفيعة حسب كل ناس كل منطقة كل بلد يقولوا له شيء يقولوا له شيء ثاني. احنا شو؟ احنا شو نقول له؟ احنا نقول له مرق احنا نقول له مرق شو سامعين؟ ايوه احنا نقول له مرق حسب كل ناس شو نقول له. فانا اول مرة على فكرة عارف اسمه مرق يعني ما شاء الله مدة هذا يضحك علي يعني استعمل استعمل من زين هذا ما شو باكيت هذا وين بلشتها شو نتركها احنا ما بدنا نسويها كبار وما بدنا نسويها رقيجات بدنا سماكتها منيحة مدورة شو رأيك زين؟ أنت تسوينها مدورة يعني؟ طبعاً هي لازم تصير مدورة صح؟ حسبها تصير مربع عادي لا تصير مدورة هي تصير مدورة ما يحتاج حتى تعلم لي تسمي مدورة وهي مدورة الشيف أم يوسف زيادة جد عشان بدنا نرسيها بكيجة بابا الصينية الصلصة شو يا زين نحطها ايوه سويناها هاي الصلصة يصدر زين هاي يقول لي مو زين يقول لي مو زين مبين على ريحتها طيبة شايف شايف اي اكيد بدهم يطلع ريحتها طيبة هاي مو سوتها ام يوسف اللهم بيتزا اللهم بيتزا ليش اللهم بيتزا زين لا أنا هيك على طول على طول أنا أسويها كل يوم بس أنا طبعاً يوم كان بيك كهرباء عندنا بالبيت هذاك
على طول، بس انت على طول ما انت موجود ما تجي تلاقي. ما هو انا اشتريهم من برا، انا ما اعتمد عليك. ليش؟ لانك تاكل انت برا، صح ولا لا؟ ايوه خلصنا. زين هاي هاي كثر زكترتي هذه ولا عادي؟ انت كثر كثر هيك يمشي الحال. ايوه عندي مشكلة بالعكس، بدك اياها نشيل من هنا فترين. ايوه انا راح اجيك منيحه. أيوة. وكيف يتوفي هكذا هكذا نشوف. احنا بدنا نشكلها كيف مو؟ ايوه نحكلها لاول شيء بصل. شو رايك بصل؟ جوانح البصل مش يعني نحط جوانح بصل ما تقدر شو كبير هاي ولا ما عندك شو كبير بعدين عيونك سنين صح؟ ايوه رفيض زيتون. زيتون لان ما عندي زيتون اسود. هذا الثاني فصفصت العجو على ايدي. ما عندي زيتون اخضر. ايه اذا ما شغلني ابي يوسف يشغلني الزين. شغال 24 ساعة. وين عندنا رش الذرة؟ كمان يجي ندلعها برش الذرة. بدها فليفلة خضراء، بدها فليفلة حمراء يا زين. إيه ما في حسب هو زاد الواحد شلون يختارها يعني بده اياها. بس هي افضل المكونات كل شيء تكون احسن واطيب يعني اكيد. وهنا عاد شو؟ الجبنه. ايوه هنا اطيب شيء عاد الجبنه. دي الجبنه يا جماعه تكرم عينك يا زين. اهلا وسهلا وكل يوم تعال. يعني كل يوم تعال. وطعميك شو؟ بيتزا 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 سلطه. شو رايك ابو زرع؟ طلعت خوش بيتزا الربع. يلا حطها على الفرن درجة شو 150 يعني لها 10 دقائق ان شاء الله تكون مستوية. يلا على الفرن. وين شو حطها بالفرن؟ ايوه حطيناها على الفرن. باي 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 باي. تطمني يا عزيزتي ان شاء الله يعني تفورين هيك برياحة. أيوة. طبطب عليك تناميني خيو برياحة. وهين يا زين شنو خلصت البيتزا؟ خلصت البيتزا واخيرا بعد عناء طويل. ليش يا سلام كلها خمس دقايق بعد نقان. بعد ايوه بعد نقان بعد نقان كسرت البيتزا. ايه بس ده اقولها يعني راح زيت التليفون واهجم يعني الصراحه. ريحتها شو لذيذه عن جد والله الريحه عن جد يعني الربع ما اقول لكم. ايه واو واو ما بدنا نخرب منظرها يا زين. يوم طينانة قطعاني فنانة عن جد؟ ايه خلاص وقت التصوير. وقف التصوير حقطعه واجيكم. كافي يلا. يلا يلا فنان يا اخي انا فنان. يلا زين شوي شوي على الصينية ما تجرح لي اياها. ايوه دير بالك سعدين الفن يا زلمة سعدين. ياه لا 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 حاول من الربع قريب علينا يحاول. يلا ايه دا يصور. لا شلون شلون هي تربك وين ما اخذها خالد اخذها اللي جرب عليها والله عدل بعد الفيديو اللي خالص انا هالمره بس على التصوير ايه نجرب عليها ايه يعني اعتبروا خالص لا وهي تربك ضحك يعني عن جد عن جد قطعها حلوة عن جد يا ربع طيبة والله العظيم ما وصفكم والله طيبة إلا عن جد جد والله يعني هيش يعني تبين لي إنها طيبة إيه لا يعني ما أنه تعبون إنه عساس إنه يطبخهم يوسف عساس تقولكم إنه طيبة يا رب مرمها إيه. لا عن جد طيبة جد والله أنت تحكي صراحة أنا بعرفك أنا هيش خيوم أنا أقول لك
طنجرتك العافيه. يلا خير ان شاء الله. اشتراك بقناه عائله ام يوسف وبقناه زين وسوسن. بيت ان شاء الله يا زين الف صحه وهنا. بس مشان ما تقول ام يوسف اشتهي شغله اشلى وما تسوي لي اياها. وريته صحه وهنا تخيل قلبكم. Holy moly.